مايا رحال من ومضة، رائد الأعمال لهذا الأسبوع هو عمر شادي من تي اي تيليكوم القاهرة. مرحبا عمر، هاي معي، كيفك اليوم؟ الحمد لله كله تمام. كيف خطرت لك فكرة إطلاق تي اي تيليكوم؟ خبرنا القصة شوي. احنا ابتدينا تي تيليكوم سنة 2000، واحنا كنا 3 أصدقاء، وكان كل واحد فينا شغال في مجال يعني يعتبر بطيء جدا، وكنا حابين ان احنا نشتغل في مجال اسرع، فقررنا ان احنا نبص على يعني خدمات الانترنت وخدمات الموبايل. فابتدينا في 2000، وحسينا يعني كفكرة احنا بصراحة ما عملناش زي اي يعني ابحاث ولا ريسيرش على السوق، بس احنا كان عندنا احساس ان مجال المحمول وخدمات المحمول هيكون عليه اقبال الفترة اللي جاية. فاحنا ابتدينا نركز على الاريا دي، على الحتة يعني على الاندستري دي، و يعني ابتدينا على طول نشوف ان الفكره اللي عندنا ان احنا نستخدم الاس ام اس في الدعايه مهمه جدا للمحلات التجاريه بالذات. فبالنسبه للمقارنه مثلا بالدعايه على الراديو والمجلات، حسينا ان احنا عندنا قوه تنافسيه عاليه جدا بالمنتج والخدمه بتاعتنا الجديده. فابتدينا على طول 2000، وابتدينا ان احنا نكلم المحلات التجارية ونبتدي نعمل معاهم الخدمات بتاعتنا، وابتدى الـ يعني يبقى عندنا ايراد ثابت من الخدمات الدعائية. بس اللي حصل بقى في 2001، احنا كنا موجودين في كونفرنس، في ايفنت معين، وقابلنا حاتم ديدار اللي هو كان النهارده طبعا حاتم ديدار هو السي او بتاع فودافون ايجيبت. وطبعا ساعتها كان سنة 2000، كان هو مدير التسويق لفودافون. وصراحة هو كان يعني قعدنا نشرح له احنا بنعمل ايه، وهو يعني قال لنا ان احنا عجبته القصة بتاعتنا وعجبته الخدمات اللي احنا بنقدمها، وقال لنا احنا نحب نساعد برضو الشباب اللي زيكم، وتعالوا عندي المكتب في فودافون وخلينا نشوف احنا ممكن نساعدكم ازاي. فصراحة احنا لقيناها فرصة كويسة جدا، و الاجتماع يعني احنا رحنا المقابله بتاعتنا مع حاتم صراحه كانت محوريه شويه، في ان هي حطتنا على طريق خدمات المحمول اللي هي الموبايل فاليو ادد سيرفيسز. فرحنا الاجتماع مع حاتم ورحنا كذا اجتماع بعد كده، وعملنا لهم يعني فكره، قدمنا لهم فكره لخدمه جديده مسابقه معينه عن طريق الاس ام اس. طبعا سنه 2000 و2001 الحاجة دي كانت لسه جديدة، وادينا لهم فكرة حلوة جدا عجبتهم، وقرروا ان احنا يعني ان هم هيحاولوا يعني هيوافقوا ان احنا نعمل معاهم الخدمة دي، واحنا لسه شركة صغيرة. والحمد لله قدرنا ان احنا ننفذ الخدمة دي على مستوى كويس، وابتدينا بقى احنا في المجال بتاع خدمات المحمول، وابتدينا نبني في زي موبايل بلاتفورمز للشركات المحمول، يعني بلاتفورمز يعني بتعمل مانجمنت للمحتوى، محتوى المحمول. وعملنا خدمات بعد كده لموبينيل، وبعدين 2006 ابتدينا نتوسع بره مصر، وبقينا في الامارات وفي نيجيريا وفي افغانستان. وده يعني ده الباث بتاعنا من ساعه لما ابتدينا لغايه النهارده في 2012 يعني. شو هي لحظات الفشل اللي تخطيتها لتوصل للمرحلة اللي انتو فيها اليوم؟ احنا كان عندنا يعني كذا 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 منتج احنا نزلناه، يعني طبعا احنا كان عندنا يعني عدد خدمات كتيره نزلناها، وكانت الحمد لله كانت ناجحه. بس احنا يمكن اتعلمنا اكتر من الخدمات اللي احنا نزلناها وكان فيها فشل. وفي خدمه معينه احنا يعني كنا حاسين ان هي هتعمل نجاح مبهر وهتبقى قويه جدا، وهي دي اكتر درس اتعلمناه. كنا الخدمه دي كانت اللي هي ان انت تقدر اللي هي اسمها ميوزك ريكوجنيشن، ان في اي اغنيه ممكن تكون شغاله على الراديو او على التلفزيون او في اي مكان، وان انت تكلم رقم معين وتشاور الموبايل بتاعك ناحيه
ناحية السماعة أو ناحية الأغنية، وبعد كده هيجي لك رسالة على طول باسم الأغنية واسم المغني، وكمان بيبقى عندك زي أوبشنز تانية إن أنت ممكن تنزل الأغنية وتنزل الرنة بتاعت الأغنية. فإحنا كنا من الانطباع اللي إحنا خدناه من السوق ونجاح الخدمة دي في مناطق تانية في بلاد تانية، والناس اللي حوالينا انطباعهم عن الفكرة دي، إحنا كان عندنا إحساس إن السيرفيس دي هتكون ناجحه جدا، وحطينا فيها فلوس كتيره وحطينا فيها مجهود ووقت كتير جدا. لما الفكره الخدمه بتاعتنا ما نجحتش، احنا يعني غيرت المفهوم بتاعنا تماما على ازاي ان احنا ممكن نطلع خدمات جديده. فاول حاجه كانت مهمه جدا بالنسبه لنا ان احنا ما بقاش عندنا الخوف من الفشل زي الاول، واللي احنا ابتدينا نركز عليه ان احنا ازاي نعمل تيست، ازاي نختبر الخدمه دي في السوق ونجربها في السوق الاول، ننزلها في السوق، مش لازم تكون هي المية في المية، ازاي ننزلها في السوق ونشوف انطباع الناس. فمن اهم الحاجات اللي احنا لقيناها مهمه جدا، من اهم الحاجات اللي احنا اتعلمناها كانت ان ازاي انا ما استناش ان المنتج بتاعي يكمل، انا بالنسبه لي بقى اهم ان انا اعرف او احاول ان انا اوصل لفشل سريع اهم مليون مره من واتعلم منه وابقى عارف اسبابه اهم مليون مره من ان انا اطلع منتج وينجح وكمان ما اعرفش هو نجح ليه. فدي كانت مهمه جدا، وإذا في حاجة فشلت لازم أبقى فاهم هي فشلت ليه. إحنا قبل كده ما كانش عندنا المفهوم، كنا ممكن نجرب حاجة وتشتغل أو ما تشتغلش ونسيبها على هذا الأساس، بس دلوقتي بقى عندنا فضول عالي جدا على الخدمة دي نجحت ليه أو فشلت ليه. دي أول حاجة. تاني حاجة كانت دلوقتي بقت عندنا تقريبا يعني زي رول في الشركة إن إحنا مش بناخد رأي الناس عن الخدمة قبل ما نطلع الخدمة دي، يعني ما بنروحش لحد نقول له انت ايه رأيك في الخدمة دي، ده يعني كمستخدم ليها، مش ان انا باخد رأي ناس يعني خبراء في المجال، لكن كمستخدم ان انا اخد رأي واقول له انا رأيك ايه في الخدمة دي. احنا بالنسبة لنا الرأي ده ما ينفعش، احنا لازم نخلي الراجل الشخص اللي هيستخدم الخدمة بتاعتنا يبقى عنده حاجة في إيده هو نفسه بيجربها، وبعدين نبتدي ناخد رأيه على حاجات معينة في الخدمة وانطباعه عنها بعد لما جربها. فده بالنسبة لنا كانت حاجة تانية مهمة جدا، وده خلانا كمان إن إحنا نبتدي حتى ننزل خدمات، مش شرط كمان تكون يعني إحنا بنبقى منزلين خدمة عارفين إن إحنا مش هنكمل فيها، بس إحنا بنعمل تيست لحاجات معينة إحنا عاوزين نعمل عليها ونأكد عليها ان السوق ممكن يكون بيتواجب مع دي، الخدمه دي ممكن تتواجب مع السوق في يعني في assumptions critical assumptions معينه بس. فاحنا وبعد كده لما يبقى عندي خدمه اشتغلت وعارفين هي شغاله ليه وابتدت تعمل ايراد حتى لو هو بسيط، ساعتها بس اقدر ان انا احط فيها فلوس كتيره ووقت كتير، لكن مش قبل كده. يعني منلاحظ هون انه نظرتك وكيف المقاربة اللي عم تعملها على الانوفيشن والابداع عم تتطور مع الوقت. شو فيك تقلنا عن هذا الموضوع؟ اللي حصل صراحة الفترة يعني احنا بالنسبة لنا ابتدينا نتعلم طبعا من تجاربنا، والحاجة اللي احنا عملناها يعني في حاجتين مهمين حصلوا الفترة اللي فاتت خلتنا نغير ازاي ان احنا نفكر في الخدمات الجديده. اول حاجه احنا في 2010 يعني ابتدينا نخش في بروسس معينه، سيلكشن بروسس مع انديفر، ومن خلال انديفر ابتدينا نقابل ناس خبراء في مجالات مختلفه ومنتورز، ابتدينا ان احنا نتكلم معاهم وابتدى يبقى عندنا زي تفتح على ازاي ممكن ناخد زي فيدباك عن الخدمات بتاعتنا. وده كانت اول مره بالنسبه لنا، وحسينا ان ده بقى مهم جدا ان احنا نسمع من ناس تانية
عن من بره الشركه، عن الشركه بتاعتنا وعن الخدمات اللي احنا بنقدمها، واراء كاراء خبراء في المجال وفي مجالات تانية كمان. دي اول حاجه. تاني حاجه ان احنا برضو ركزنا كتير بعد كده ان احنا ازاي ان احنا ننمي نفسنا وننمي الموارد بتاعتنا. فابتدينا ان احنا نعمل يعني فعلا نعمل زي يعني استثمار عالي جدا في التعليم بتاعنا، وسافرنا واخدنا زي كورسات متخصصه في الابتكار وفي الانوفيشن وفي الاستراتيجي. فده كان بالنسبه لنا برضو مهم جدا. الاثنين دول الحاجتين دول ساعدونا جدا في الفتره اللي فاتت دي ان احنا نغير الاتجاه بتاعنا في الخدمات الجديده اللي احنا بننزلها. كتير منيح. شو هي النصايح اللي بتقدمها اليوم لرائد أعمال شاب بالمنطقة، خاصة بمصر؟ انا شايف ان في يعني في 3 حاجات ممكن يكونوا يعني انا شايف انهم من اهم ال3 حاجات اللي ساعدتنا الفتره اللي فاتت دي. اول حاجه الفضول، يعني الواحد يبقى دايما عنده فضول، يبقى فضولي جدا في الخدمات وهي نازله، وازاي المستخدم بيتعامل مع الخدمه والمنتج بتاعك. فضول في ليه الخدمة، ليه المنتج ده شغال، وليه الناس بتستخدمه كده، وليه هو مش شغال، وليه الناس مش بتستخدمه. الأسئلة دي مهمة جدا، والفضول ده مهم جدا، عشان ده بيساعد إن إحنا نحسن الخدمة بتاعتنا ونفهم إيه اللي ممكن يخلي الخدمة دي تكبر أكتر وأكتر. فده أنا شايفه من أهم الحاجات اللي لازم رواد الأعمال يركزوا عليها. تاني حاجة برضو إن هو يبقى فيه يعني متفتح لآراء الغير في الخدمه، الناس الخبراء اللي ممكن يتعامل معاهم او منتورز، ممكن حتى يعني ده بالذات لو كمان الاراء بتبقى عكس الشخص هو ممكن يكون يعني حاطه. يعني انا بيبقى عندي انا assumptions معينه، افتراضات معينه عن الخدمه بتاعتي، وانا شايف ان المنتج بتاعي ده يعني هيبقى ناجح جدا لكن لما يبقى عندي راي تاني عكس عكس اللي انا شايفه، مهم جدا ان احنا يبقى فيه يعني انفتاح شويه، ونحاول نفهم الشخص ده بيتكلم من انهي منطلق. دي انا شايفها بقت مهمه جدا، ودي بتاخد يعني دي محتاجه شويه براكتس، يعني لازم الواحد يتعامل مع كذا شخص عشان يبتدي يعرف ازاي يحط وزن لكل رأي حتى لو كان مختلف. والحاجة الثالثة اللي أنا شايفها مهمة جدا برضو اللي هي تنمية الذات، يعني لازم يبقى في تنمية لنفسك والموارد بتاعتك اللي في الشركة، علشان أنت لازم تكبر أسرع من شركتك، والناس اللي معاك في الشركة لازم يكبروا أسرع من شركتك. فأنا شايف ال3 حاجات دي مهمين جدا جدا لرواد الأعمال بالذات الفترة اللي جاية. يعني عمر شادي من تي اي تيليكوم، شكرا لمشاركة تجربتك مع ومضة، وبالتوفيق ان شاء الله. مرسي معايا جدا، شكرا ليكي.